ينضم إلينا من موسكو عبر سكايب دكتور رامي القليوبي، الأستاذ بكلية الاستشراق بموسكو. نرحب بك معنا دكتور رامي على شاشة القاهرة الإخبارية. روسيا إذن تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية قرب قاعدة إنجلز الجوية، نفس القاعدة بالمناسبة تعرضت لهجوم أيضا بمسيرات أوكرانية في الخامس من هذا الشهر. ما هي الدلالات هنا دكتور؟ في الواقع هناك عدة دلالات، أولها أن القوات الأوكرانية والمسيرات قادرة على احتراق نظم الدفاع الجوي الروسي حين تحلق على ارتفاعات منخفضة، وأن أوكرانيا طبعا بموافقة ضمنية أو صريحة من رعاتها الغربيين تواصل محاولاتها لنقل رقعة المعركة إلى العمق الروسي، وقد شهدنا ذلك بوضوح في حادثة كبرى حين سعت لاستهداف جسر الكرم في يوم عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر الماضي. والآن هناك مخاوف من الجانبين الروسي والأوكراني أن يكون كل واحد منهما يعد مفاجآت بين مزدوجين للطرف الآخر بمناسبة رأس السنة، بدلا من أن تكون هذه الفترة هي فترة هدنة. لكن يبدو بأن هذه الهجمات توجه ضربة كبيرة لسمعة موسكو دكتور رامي، وتثير تساؤلات بشأن خططها الدفاعية، خاصة مع استخدامها الواسع للمسيرات الآن. بكل تأكيد من الواضح أن الجيش الأوكراني يسعى لإلحاق ضربة بهبة الجيش الروسي والإظهار أن روسيا هي دولة غير قادرة على تأمين المنشآت في داخلها، ولكن في الوقت نفسه هذه العمليات مليات الناجحة الأوكرانية هي عمليات محدودة، لأننا إذا قارنا الضربات التي تلحقها روسيا بأوكرانيا وتعطل بنيتها التحتية في مجال الطاقة فسيكون مجمل الحساب لصالح روسيا. لكنها هذه القاعدة هي التي تقلع منها القاذفات التي تشن منها روسيا هجماتها على البنى التحتية الأوكرانية، وبالتالي الدلالة هنا كبيرة. هذه ليست القاعدة العسكرية الوحيدة في روسيا، فيمكنها لكنها الأقرب للخطوط الأمامية الأوكرانية دكتور رامي. يعني هناك قواعد أخرى قريبة نسبيا من الحدود، ولكن كل هذا نحن نتحدث عن أعراض المرض ولا نتحدث عن المرض نفسه. والمرض يكمن في أن الجانبين الروسي والأوكراني لا يبديان استعدادا جديا للمفاوضات. أوكرانيا تضع شروطا تعجيزية مثل عدم التفاوض طالما بوتين في السلطة، وقد أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما قاضيا بذلك في بداية أكتوبر الماضي. وكذلك روسيا صحيح هي تدعو للتفاوض، ولكنها تضع أيضا شروطا تعجيزية مثل الاعتراف بالواقع الجديد، وكأن مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون أصبحت أقاليم روسية، ومن الواضح أن كييف لن تقبل بهذا. طيب، فهمت من حضرتك أن الضربات أو الهجمات الأوكرانية الأخيرة تصنف بأنها هجمات محدودة، لكن هل يتوقع تنفيذ ضربة سريعة لقوات الدفاع الأوكرانية على تلك القاعدة العسكرية دكتور رامي أو لا؟ في الظروف الراهنة من الصعب التنبؤ بأي شيء، خاصة وأن أوكرانيا قد تكون تجري أو تخطط لمثل هذه العمليات بالتنسيق مع مستشارين عسكريين غربيين. والغرب هو من ناحية هو يغض الطرف عن مثل هذه الضربات التكتيكية، ولكنني أعتقد أنه سيمنع أوكرانيا من شن أي هجوم واسع النطاق. برأيك كل ما يتابع الآن هل ينقل التطورات الميدانية على الأرض روسيا إلى مستويات أخرى؟ هذا الخطر قائم، وقد نفذت أوكرانيا عدة هجمات وأعمال تخريبية في الداخل الروسي، ولكن المسألة ما الهدف من هذا؟ وهل يفيد ذلك كييف حقا؟ هل يؤدي ذلك إلى إطالة أمد النزاع؟ في مصلحة من هذا؟ فلا بد من إيجاد صيغة لبدء المفاوضات لوقف هذه الحرب وهذه المأساة. من أين تبدأ روسيا إذا ما أرادت الدخول في عملية تفاوضية دكتور رامي؟
روسيا قد تبدي بعض المؤشرات لحسن النية، مثلما انسحابها من الضفة الغربية لنهر دنيبر في مقاطعة كيرسون، وكذلك يمكنها القبول بإقامة منطقة منزوعة السلاح في محيط محطة زاباروجيا النووية، وكذلك يمكنها إجراء استفتاءات تكميلية لترسيم الحدود في المقاطعات الجديدة، وبذلك أن تتخلى عن جزء من الأراضي التي دمتها مؤخرا. ولكن كييف ورعاته الغربيين أن يقدموا تنازلات أيضا، ومنها مثلا لكني التقط في الاعتراف. كلامك دكتور رامي، عفوا قبل ان تتابع، بان هناك هامش من التنازلات يبدو بانه زاد الان من قبل روسيا. أي حرب تنتهي بخيارين لا ثالثة، الخيار الأول هو هزيمة كاملة لأحد الطرفين، ومن الواضح أن روسيا وأوكرانيا غير قادرتان على إلحاق هزيمة إحداهما بالأخرى، والخيار الثاني هو إنهاء الحرب عبر المفاوضات وتقديم كل طرف تنازلات ما. روسيا أبدت استعدادها لتقديم تنازلات حين انسحبت من خرسون، ولكن على كييف أن تقدم تنازلات أيضا، ومنها قد يكون الاعتراف بأنها لم تعد تسيطر أو خسرت بعض الأراضي، وأن تتوقف عن محاولات استردادها بالقوة حتى إذا لم تعترف رسميا بذلك. روسيا أعتقد أنها ستجول بالموافقة الضمنية مثلما كان الأمر عليه في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014. فأوكرانيا والغرب هم من ناحية لم يعترف بالسيادة الروسية في الكرم، ولكنهما لم يحاولا استردادها بالقوة. أشكرك جزيلا على هذه القراءة، كنت معنا من موسكو دكتور رامي القليوبي الأستاذ بكلية الاستشراق بموسكو، شكرا جزيلا لك.